افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب مقر مجلس الدولة بمدينة طنطا عقب تجديده وتطويره. قال رئيس مجلس الدولة إن افتتاح المقر يضاف إلى إنجازات المجلس في التوسع لإنشاء فروع جديدة تسهم في تسريع درجات التقاضي، حيث تم إنشاء المبنى على مساحة 3500 متر من خلال إنشاء مبنيين وتطوير مبنى قديم ليضم الفرع قاعتي محكمة تسع كل منها 150 مترددا إلى جانب المبنى الثالث، ويضم 40 مكتبا إداريا يسع 200 موظف. نحتفي ونحتفل اليوم بافتتاح المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الغربية، والصراحة ده صرح قضائي شامخ، يعني بذلت فيه الدولة جهد كبير، وده في سبيل قيام الدولة بكافة مؤسساتها لتقريب جهات التقاضي للمتقاضين ولتحقيق العدالة الناجزة اللي بتسعى إليها الدولة. المبنى في السابق أو المبنى القديم في السابق يعني كان في مشقة كبيرة جدا على السادة المتقاضين والسادة المحامين والخصوم وذوي الشأن. المكان كان يعني مكان غير صحي لممارسة العمل القضائي والعمل المرتبط به، فكانت الدولة يعني بترصد الوضع وخصصت الأرض اللي بتتجاوز 3000 متر.